السلام عليكم. في ناس كتير سألتني ازاي انقل كود زي ما هو مكتوب في النت بينز بالظبط، اروح احطه في ملف الوورد وانا بكتب التقرير للبحث بتاعي. انا لو انا فاتح ملف كود زي ما موجود قدامكم وخدته كوبي اهو كوبي اهو ورحت على ملف الوورد واحط ميلو بيست اهو عادي خالص كنترول في، فهيعمل لي الملف بتاعي بدون الوان بدون اي حاجة خالص زي ما انتم شايفين كده قدامكم. طيب انا عايز اعمل ايه؟ قال لك انا عايز اخد الكود زي ما هو بالظبط بالالوان بتاعته بكل حاجه بتاعته، يعني بنفس الفورمات في النت بينز، ازاي اعمله في الوورد زي ما هو؟ طيب هو الموضوع بسيط جدا. انت هتدخل على النت وتقول ان انت عايز تنزل حاجه اسمها ار تي اف كوبي بيست، بتتحط في البلوجنز بتاعت النت بينز. طيب انت هتروح على، هحط لكم اللينك بتاع الموقع ده وهتعمله داونلود، فهيعمل لك داونلود عادي جدا بالملف زي ده كده بالظبط. هتدخل على النت بينز وتروح تعمل على التولز وتقول ان انت عايز تروح للبلاجنز بتاعك، وهتاخد الملف بتاعك زي ما هو زي ما انت عملت له داونلود، تشده بالظبط كده تشد دراج اند دروب وتحطه جوه البلاجنز، وهتقول له ال RTF modules copy paste، فيقول لك هتقول له اه، فهتقول له هتعمل له انستول، وتقول له انت عايز تنزل ده يعني، فهتقول له نيكست وانا اي اكسبت وانستول بالنسبه لك، وتقول له كونتينيو وفينش. هو خلص كده كل حاجه عنده وهنقول كلوز، وهقول له بعد كده على نفس الملف اهو هقول له copy as RTF كوبي از ار تي اف، مش كوبي العاديه اللي احنا كنا واخدينها، هاخد كليك يمين على الكود اللي انا عايزه وهتبقى كوبي از ار تي اف، وهاخد الكوبي از تي ار اف وهروح على ملف الوورد بالنسبه لي واقول له بيست وزود فورمات، بيست سورس فورماتنج، يعني بنفس الفورمات بتاع السورس بتاعك. فهلاحظ ان هو خد بنفس السورس بتاعي بالظبط اهو، اللون زي ما هو، اللي متلون هناك بنفس اللون، اللي متلون بلون برتقاني متلون، اللي بتلون بازرق متلون، وايه اخو لو انا عايز اسلكته بقى واكبره شويه اهو اكبر شويه بالنسبه لي، فهيفضل بنفس اللون وبنفس الفورمات بتاعي بالظبط زي ما هو موجود في النت بينز زي ما هو بالظبط، بنفس الاقواس بنفس كل حاجه زي ما انت عامل بالظبط في النت بينز. هو ده اللي انا كنت عايز اوضحه بالنسبه للناس، وعلشان الناس ما تفضلش تسال كتير. طيب لو احنا عايزين الخطوط دي، ممكن تعمل ان انت تشيل الخطوط دي، تعمل كليك يمين كده اجنور اجنور وانس او اجنور اول اجنور، هو بس دي اخطاء املائيه، فطبعا النت بينز له حاجه الحاجه بتاعته، ممكن اجنور وممكن تسيبها ما فيهاش مشكله خالص. بس لو انت عايز نفس الشكل بنفس الالوان يظهر لك في الوورد زي ما احنا عملنا كده بالظبط. لو في حد عنده مشكله تانية في ازاي ياخد حاجه من النت بينز يحطها في الوورد، فانا موجود، واكتبوه في الكومنتات والتعليقات، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.